شرف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الندوة الثقافية التي سلط فيها عدد من الكتاب والمثقفين الضوء على كتاب سموه إن لم فمن، والتي استضافها نادي جدة الأدبي الثقافي وحضرها ألفا من الكتاب والمثقفين والإعلاميين. الحقيقة الليلة كانت جدا جدا ممتعة. الكتاب يستحق كل هذا الوهج، والمتحدثون كانوا جيدين في تنوع، بمعنى أن كل متحدث تناول الكتاب من زاوية مختلفة، ويستحق الكتاب مؤلف عنه وليس مجرد حديث 10 دقائق أو أقل. ويصف الدكتور عبد الله السلمي رئيس النادي الأدبي بجدة أن هذا الكتاب جاء ليأخذ من كل زمان ما تقدم ويترك لكل وقت ما تأخر، يعيش الأيام ويداعب الأحلام، لأن مؤلفه نبتة من هذه الأرض ومواطن في هذا الوطن، عشقه للتراث جعله يعانق السحاب. الأمير خالد الفيصل هو ملهم في كل أحواله، حضوره الليلة أضفى قيمة وهو قام على الاحتفال. نوعية المشاركين الليلة هم قيادات ضخمة في العمل الثقافي والأدبي والنقدي، نتكلم عن الأستاذ الدكتور حسن الهويمل، نتكلم عن معالي الدكتور عبد الله المعطاني، نتكلم عن حسين بافقيه، نتكلم عن عبد الله دحلان، نتكلم عن رانيا العرضاوي، نتكلم عن الدكتور عزيز المانع. كل هؤلاء قامات في حقل المعرفة والأدب، هؤلاء يجاذبون، وتتويج حضور الأمير واستماعه إليهم وقبوله لحوارهم وتكريمه أيضا لهم، هذا دليل على نجاح هذا العمل الثقافي. والمؤسسة الثقافية دائما تسعى وتحرص، ونادي جدة الأدبي دائما في الطليعة في كل أحواله، وذلك بدعم ما يعني نحظى به من قيادة رشيدة وحكومة سديدة. سعدنا بهذا النقاش لكتاب إن لم فمن، كتاب رائع جميل جدا، سعدنا بهذه الحوارات الجميلة التي يحضرها نخبة من الأدباء والشعراء والمثقفين، وحقيقة كان لقاء رائع. خالد الفيصل، المدرسة التي عرفت ببلاغة الاختصار ورصانة الأسلوب ورزانة الطرح، فجابت مفرداته الفيافي والقفار، فواصل متأملوه الليل بالنهار، ننهل من حرفه إذا كتب ونصغي إليه إذا تحدث أو خطب. لبرنامج يا هلا، محمد الجعيد، جدًا.